السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نقدم معكم لاكالي ديغوال اللي هي كعك الملوك اللي كتجي رائعة وكيبغيوها الوداد الصغار وكتعجبهم وكاع حتى الكبار تتعجبهم. كتجي زوينة بزاف ويعني وكتجي كريم باتيسيير وكريمة اللوز. إن شاء الله نقدم معكم مقادير والطريقه وبقوا معايا ان شاء الله لنهايه الفيديو باش تشوفوا كيفاش كتجي في الاخير. كتجي روعه. انا بالنسبه ان شاء الله المقادير اللي عندي، عندي جوج ديال البيضات، عندي جوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير، هنا عندي معلقه ديال النشا وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده، هنا عندي ربعه ديال الحليب وعندي معلقه كبيره ديال الزبده وفاني. صافي البنات غنحتاجوا باش نخلط كريم باتيسيير. الطريقه هذه كتجيب الكريمه غزاله غزاله البنات، لذيذه بزاف وكتجي واحد المذاق. يعني هاد الكريم باتيسيير يعني هي لا باز ديال لاكالي دي غوا، عاد كنزيدو عليها بودره د اللوز. ان شاء الله نديرو صفر د البيض، نزيدو البياض في شي زليفه بالنسبه للبياض. حاولوا ما تنزلوش فيه الصفر، واش بغيتو ديرو به مورانغ اولا ديرو به لي ماكارو، ندير فاني وحده فوالا. غادي ندير السكر اللي هو جوج معالق كبار ديال السكر. صافي هنا الطريقه هادي بغيتو ديروها بالفوي الكتريك اولا ديروها غير بالعادي اللي بغيتو. نزيدو ربعه ديال الحليب، هنا غادي نخلط ثاني غير بشويه كريم باتيسيير، ندير جوج معالق كريم باتيسيير، معلقه ديال النشا، هنا غادي ناخذ كاسونه وغادي نكب فيها الخليط ديال كريم باتيسيير كما هكا. صافي غنشعل عليها وغنبقى مقابلها فوق البوطه حتى تولي خاطره، يعني فاش تولي خاطره هذيك هي الكريمه باتيسيير اللي بغينا. المهم انا غادي نقابلها هنايا بالتحراك. البوطه كتجي تختار. صافي هانتوما البنات الكريمه كتجي على الشكل هذا. طرت راه حيدتها من النار، غادي نضيف ليها هاد معلقه كبيره ديال الزبده فوالا، غنخليها تبرد، غنديرها في الزليفه ندخلها للثلاجه ونخليها تبرد. هنا بالنسبه لا فرونجيبان غادي نحتاجو 100 غرام ديال اللوز بودره، عندي هنايا 60 غرام ديال السكر سنيده وزدت معاها واحد الفاني، هنا عندي 80 غرام ديال الزبده رطبه. صافي وغنحتاج جوج ديال العجين المورق، هنا بس العجين المورق انا كناخذو كيكون بيغ بور يعني يكون 100% زبده، وهذا كناخذو جوج. غناخذ هاد البودره ديال اللوز غادي ندافع عليها الزبده، نقطعها طرف صغار، غادي نقطعها طرفات صغيورين باش تجيني ساهله دغيا تدخل ليا في البودره ديال اللوز. ضيف السكر وفاني اللي دايره معاها، غندير جوج ديال الصفار ديال البيض. دابا صافي نجيب كريم باتيسيير وغادي نزيدها عليها. نقطعها عليها بحال هكا وغادي نبدا نخلطها معاها حتى تنسجم.
الفرونجيبان هادي هي الكريمه اللي كتحشى بها الحشو ديال لاكاري دوغوا. هنا ان شاء الله غادي ندوز غادي نجيب لاطا لا بات فيتي غادي نطلقها على هذا الشكل هذا. المهم الفران درت فيه تسخن على 180 درجه شويه ديال الماء غندهن غندهن شويه هنا. علاش؟ لان هنايا الورقه جاتني شويه رقيقه غادي ندير جوج غندير جوج من التحت. المهم هنا بالنسبه اللي كيديرها منزليه يعني يخلي العجينه يخليها غليظه ندير العجينه رقيقه غندير جوج من التحت ووحده من الفوق. لا فرونجيبان فلواسات كيعجبهم البيدات كتعجبهم. دابا انا راه كنصايب وكتجي بنتي قالت لي طرو بون كتجي لذيذه بزاف وما كتجيش حلوه بزاف. يعني هذا هو الغرض حنا نديرو الحاجه لذيذه وما نديروهاش عاود حلوه بزاف يعني ما كاينلاش. غادي ندير غنبسطها مي غير على الفور ما نوصلش حتى الجناب اللي لهيه غير نخلي جوانب حيت تما فين غنخليو لا فيطاج في بعد لا فيف ولا هذيك كتسمى هذه اللي كدار في الوسط بحال هذا الشكل هذا. غنجي نديرها هنايا ثاني من الفوق غادي نجي لهاد الجوانب غير بالماء كما كتشوفوا غير هكا بالماء الماء وانا غندهن هاد الجوانب هادو باش تلصق لي العجينه. هنا غنديرها من الفوق فوالا نحاول نقادها بحال هكا. هاد لاباط الفوقانيه شويه جايه صغيره على الاخرين الاخرين كانوا نفس الماركه هادي ماركه وحده. المهم غادي نحاول نحيد ليها الجوانب هكا باش يجيو مقادين فوالا. هنا كما كتشوفوا خديت صفار البيض درت معاه شويه ديال الخل باش يحيد ديك السفوريه ديال البيض. ما غادي نطربو ما غادي نديرها كامله. هنا كندهنها كامله. هنا بالنسبه للدهين ما كنوصلش حتى للجناب غير في الوسط هكا ما كنوصلش للجناب بزاف باش ما تخليها ليا تورط فوالا. ثلث ساعه طيب على المهل البنات. هي لاباط فيتي كل ما طابت على المهل كتجي فيتي. كانت عندكم فرفاره فران الكتريك يعني عندكم فرفاره ديروها ما كانتش ماشي مشكل. المهم غير العافيه ما تكونش ما تكونش سخونه بزاف باش باش ما تحمرهاش وهي مازال ما تورقات. المهم ندخلها للفران ونرجع من بعد ان شاء الله.